فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الرزاق السيد إمام وخطيب مسجد معاذ بن جبل ديترويت ميشيغان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء يتجدد، ونحن في اليوم قبل الأخير من هذا الشهر المبارك. في هذا اليوم يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون آخر أيام رمضان، غدا السبت، وسيكون العيد بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأحد تاريخ 24/5/2020. وصلاة العيد ستكون الساعة 8 إن شاء الله، لمن أراد أن يصلي في البيت يصليها من الساعة 8 وبعد هذا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحن أيها الإخوة ونحن نتحدث مع المصطفى في هذه الأيام المباركة التي نعيشها، سنقف اليوم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غليظا ولا كان صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم، ولا كان عنيفا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس كلهم بأعلى درجات الأخلاق عليه الصلاة والسلام. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عن جاره أو عن ابن جاره اليهودي، وهذه الرواية في الصحيح، فيسمع عنه أنه مريض فيذهب عليه الصلاة والسلام ليزوره مع أنه على غير ملته، ليزوره ويعوده عليه الصلاة والسلام إحسانا منه للجوار مع غير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل حتى مع غير المسلمين. حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخي كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم طلقاء. وحينما فر منه عكرمة بن أبي جهل وذهبت زوجته زوجة عكرمة تقول له: ائتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنك. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه، تقصد زوجته، تقول أنك أمنتني شهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهرين. هذا مع أنه ابن أبي جهل، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة في تعامله، فما هي إلا أيام حتى يقبل عكرمة في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، وكانت له المواقف العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالإحسان إلى أهلهم وأقربائهم من غير المسلمين. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها تزور بنتها أسماء، فقالت أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي جاءت لزيارتي وهي مشركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسني إليها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمة، أن تحسن إليها المسلمة. هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا الذي جاء يحسن إلى الناس جميعا. ونحن مقبلون على عيد الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذه البلاد نعيش معنا جوارنا غير المسلمين، ينبغي أن نحسن إليهم، ينبغي أن نهدي إليهم أشياء حتى نحسسهم بأننا وإياهم في مكان واحد، وأننا نتعاون ونهديهم ونبارك لهم في أعيادنا كما أننا نحسن إليهم في أعيادهم كذلك. هذه كلها الميزة التي جاء بها الإسلام، أنه يستوعب الكل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستوعب الكل، ولم يجبر أحد على الإسلام أن يدخل الإسلام بالقوة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا خرج ورأى أخلاق من اليهود والمشركين والمسلمين وهم جلوس يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليهم ويقول السلام عليكم. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين. ما أجمل أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في أن نتعامل التعامل الراقي مع غير المسلمين بالإحسان إليهم بعدم إزعاجهم حتى في مناسباتنا. ما ينبغي في مثل هذه الأيام أن نزعج الجيران حجة أن معنا عيد، نزعجهم بسياراتنا أو نزعجهم بالأشياء التي نفجرها والأشياء التي نعمل تفجر في الأعياد، هذه القريحات وغيرها، ينبغي لنا أن نخفف منها وألا نستخدمها حتى لا نزعج الجيران غير المسلمين، وكذلك ألا نزعجهم بالصخب وغيرها بحجة أن معنا عيد. أيها الإخوة، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى غير المسلمين، الإحسان إلى الناس عموما. ونقول لهم القول الحسن، الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها خير وسعادة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر وارحم وبارك لمن نشر هذا المقطع ولوالديه.